ولا في جمهور لا بيبذل كساره جهده، انما حتى عدم وجود الجماهير في حاله زي النهارده برضو تساعد. النهارده بعيد لحضرتك محمد والطاقم الحكام اللي معاه عليه مسؤوليه كبيره جدا جدا ان شاء الله انه يرجع التحكيم المصري تاني لمباراه الاهلي والزمالك. النهارده في حاله نجاح كابتن محمد الحنفي باداره المباراه بشكل جيد، ان ممكن جزئيه الثقه التحكيميه بالنسبه من اتحاد الكوره او من الانديه المصريه او من الناديين الكبار في حته اللقاءات القمه انها تبقى متواجده، ويبقى زي ما انت بتقول كده الدوري السوداني في اكبر فرقتين في الدوري السوداني متواجدين دايما بيبقى حكم سوداني ما بينهم. بالظبط، عشان اكون مع امين مع حضرتك حتى في حاله نجاح محمد الحنفي النهارده ان شاء الله وهينجح باذن الله، اؤكد لك الماتش اللي جاي برضو الاهلي والزمالك يبقى حكام اجانب مش حكام مصريين، لان النهارده ليه وضع تاني. يعني احنا بنتكلم في 18 طاقم او 18 حكم مصري حكموا اللقاءات دي. بالظبط. تتذكر كابتن ابرز الحكام اللي حكموا للقاءات دي؟ انا تقريبا كابتن محمد فاروق حكم للقاءات دي تقريبا كان يعني في كابتن زمان بقى زمان احنا بنتكلم فيه ذكرياتك ذكرياتي فيه كان كابتن محمد حسام وكابتن محمود الله يرحمه كابتن محمود عثمان الله يرحمه لعب ثلاث مباريات منهم في كره لغاها الكابتن ربيع ياسين هدف هو احرزه في ماتش الاهلي والزمالك والزمالك ساعتها كسب 1-0 وتليس بعد دلوقتي طبعا وحتى هذه اللحظه كل ما يشوفني يقول فاكر الجول اللي كابتن لغاهولي وبرده يعني هو اصلا حته الاجوان كابتن ربيع مصم يعني بيبقى مميز جدا كان هيجيب جولين كده جول كان هيبقى جولين تاريخ والقمه طبعا طبعا.